تقع سويسرا في قلب أوروبا، بلد متعدد الثقافات واللغات، تحتوي على أفضل شبكة بنوك في العالم وتصنيع أفخر أنواع الساعات العالمية. تشتهر سويسرا ببحيراتها الرائعة وأوديتها العذبة وجبال الألب التي تناطح السماء. تعتبر من بين أرقى الدول وأجملها طبيعة، فمناظرها الطبيعية الخلابة أشبه إلى حد ما بلوحة فنية لأمهر الرسامين. من أجمل وأكبر الشلالات المتواجدة بسويسرا وأوروبا عموما، شلالات الراين فال، نسبة إلى نهر الراين الذي يمر عبر 4 دول، هي سويسرا وفرنسا وألمانيا وهولندا، وهو أحد أطول الأنهار في القارة الأوروبية. تقع شلالات الراين فال على نهر الراين شمال سويسرا ضمن كانتون شافهاوزن. يبلغ عرضها 150 مترا وارتفاعها 23 متر. يبلغ متوسط تدفق المياه 250,000 متر مكعب في الثانية، بينما يتجاوز هذا الرقم 700,000 متر مكعب في الثانية في فصل الصيف. تتجسد في هذه الشلالات عظمة إبداع الخالق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وكل شيء أنزلناه بقدر. هنا يتفرد الجمال الطبيعي الذي يشدك ويأسرك، ولا يسعك في النهاية إلا أن تقول: ما أعظمك يا ربنا، وما أبدعك، وما أعطفك على مخلوقاتك، بأن وفرت لهم كل أسباب السعادة والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا. تتميز هذه الشلالات بشدة عرضها وتدرجها وصوت هدير مياهها، يمكن رؤيتها من أكثر من زاوية، ففي كل زاوية تستطيع رؤية منظر يختلف عن الآخر. فإذا نظرت إليها من فوق الجسر الذي يربط بين ضفتي الشلال، ترى صورة بانورامية للشلالات. أما إذا أردت الاقتراب من نقطة تدفق المياه، فما عليك إلا ركوب قارب والذهاب بالقرب من الشلالات بمسافة أمان يحددها صاحب القارب الخبير في هذا المجال، والاستمتاع بالمشاهدة القريبة للشلالات ولتناثر بعض حبات المياه منها على وجهك، الأمر الذي سيشعرك بالانتعاش والسرور. يقصدها ملايين السياح على مدار العام، خاصة في فصل الصيف، للاستمتاع بفترة استرخاء وهم في طريقهم إلى منتجعات جبال الألب أو إلى مواقع سياحية أخرى في المنطقة. فهي تحمل رقما قياسيا في سويسرا من حيث كونها أكثر الشلالات استقبالا للزوار في هذا البلد، وهي أيضا وجهة سياحية لمحبي الطبيعة والمغامرة والرياضات المائية. تتوفر بعين المكان جميع المرافق التي يحتاجها السياح والزائرين من مطاعم ومقاهي وحدائق وأماكن للعب الأطفال المنتشرة على جنبات الشلالات ومراحد ومرائب للسيارات.
كتاب وفنانين وشعراء من عشاق الشلالات لم يجرؤ أحد منهم على وصف جمالها، لأنهم حتما سيفشلون في وصف عظمتها. شلالات الراينفال إحدى أهم المنتجعات السياحية المتواجدة بسويسرا وأحد أكبر الشلالات في القارة العجوز، يتوافد إليها ملايين السياح من مختلف بقاع المعمورة بمن فيهم العرب، نظرا لجمال مناظرها الطبيعية التي تأسر القلوب قبل العيون ونظافة المكان وجودة مياهها. الغالي محمد رشاجدة لقناة مغاربة العالم، شافهاوسن.